17 سنة 300 عائلة مستوفية ما انطيتها رواتب ليش؟ والله جيشنا هذا تاريخنا، جيشنا شرفنا هذا. العميد راد محمد صالح كريم باجلان يذكر رقم الإحصائي 581-5247 يقول أنا ما مستلم تقاعدي من عام 2006 ولحد الآن، أريد صدور الأمر بأثر رجعي أو تعتبر خدمة لحد الآن لغرض التقاعد والترفيع، علما يوجد 300 متقاعد في هذه الوجبة وكلهم دافعين ضريبة التقاعد التي كانت تؤخذ من الراتب بسبب عدم صدور الأمر الديواني لوجود الفريق الطيار الركن حميد شعبان، وحميد شعبان الآن متوفي وكذلك زوجته وماكو واحد يستلم راتبه. زين انطوني يا الأخ العميد. عميد رعد شلونك؟ عميد رعد؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت عميد وين؟ أنا كنت في القوة الجوية وخدمت تحت العلم العراقي لمدة 23 سنة. نعم. وما عندي أي عقوبة ولا أي شيء. أي. وخط الخدمة مالي موجود مثل ما ذكرت الرقم الإحصائي. أي. وما عندي، لكنت من الـ يعني أعضاء الشعب ولا أعضاء قيادة الفرقة، كل هذا ما مشوه، لكن في الإجهزة الأمنية كل ما أروح أراجع يقول لك الأمر الديواني مطالع وإحنا ننتظر، والفلعة من الاجتثاث وواصلة إلى مكتب رئيس الوزراء على أساس يوافق على الأمر الديواني، وهذا صار له تقريبا 3 سنوات على الأمر الديواني مطالعة. هو الأمر الديواني رقم 107 اللي بيه 300 ضابط من ضمنهم رقم هذا واحد. هذا الأمر الديواني المطالع الآن. نعم. هذا الرفع من 2006 وإحنا نتحدث بال 2022. العفو، من 2006 أنا قدمت التقاعد 2008، من 2008 لحد هسه راجع عن إدارة وعندي وثائق رسمية تثبت أنه أنا مراجعهم وكتب رسمية مراجعهم. نعم. وعندي موجود كل الأوليات. زين. وإذا أي واحد حب يستفسر من عندي أو يدز علي أنا الأمر الديواني يعني برئاسة الجمهورية مو هسه بمكتب رئيس الوزراء حسب ما وصلني آخر الأخبار مكتب رئيس الوزراء. نعم. صار 17 سنة يفتر بالمكاتب مال دوائر الدولة والحكومة الموقرة. نعم. زين أنتوا الآن من شنتوا تراجعون؟ نعم. السادة المسؤولين شي يقولوا لكم ليش الكتاب 16-17 سنة صار لمتأخر؟ يقول لك الجماعة اللي قبلنا ما كانوا مهتمين، واللي قبلنا واللي وحدناها وفوا فضائيين واخربوا الفضائيين، كنا 3000 واحد، من 3000 صرنا 300 واحد، وهاي تروح وترجع ويكون بها لجان ومليجان بين وزارة الدفاع وبين أمانة سر هسه الدفاع ديوان. شي يقول الدفاع؟ يقول احنا رافعيها ما عدنا شي، ده ننتظر الأمر الديواني، احنا ما بدنا شي، لكن هم يعني أنا كنت يم مدير دائرة المحاربين كنت وياه قبل أسبوع. أيه؟ وتكلمت وعاقل احنا متابعيها، قلت له شو قلت تطلع ده يتابع يعني الرجال صار له 17 سنة يركض 17 سنة خوش متابعة. أنا بس أرد أسأل الدولة وأرد أسأل المسؤولين، إذا أنتوا 300 اسم على مود المال العام تتأخرون 17 سنة يلا تطولهم تقاعد حتى تتذكرون ذولا كانوا بعثيين لو مبعثيين، أو تنتظرون حميد شعبان قائد القوة الجوية السابق يموت ومرته تموت تطوهم تقاعد لو ما تطوهم تقاعد، إذا عندكم رقابة هيك نفس شلون نباقي نبقنا 400 مدري 500 مليار دولار لو المتابعات بس على الناس الفقراء؟ بشرفكم بأي مكتب من المكاتب المسؤولة، وهذا عميد على الهواء، إذا بيكم شجاع واحد هسه ما أقول شجاع أو رجل يتحمل المسؤولية فيه من الشجاعة ذرة ومن الغيرة ذرة ومن الإنصاف ذرة أن يطلع وياي حتى لو عبر التليفون يقول 17 سنة 300 عائلة مستوفية ما انطيتها رواتب ليش؟ وبعدين باكر تطلع الموافقة راح ترجعون على طلابة الأثر الرجعي نحسبها من اليوم لو نحسبها قبل 17 سنة أو تأخذ لها 17 سنة، وتجيني تقول لك يابا أنت ليش تحكي على الدولة؟ أنت جداوي تصير عصبي؟ أنت ليش هالقصدية؟ أنت ليش مرات عيونك عمي ما تشوف المنجز؟
هذا عميد بالجيش خادم بالقوة الجوية. هسه خده أبو بكر عبد الكريم قاسم، خده أبو بكر صدام، خده أبو بكر الزعيم المالكي، هو رجال موظف بالدولة. الحكومات تسقط لكن الناس ما يقتل الجوع. أتحداكم، أتحداكم بهاي الدوائر، محاربين الدفاع التقاعد الرئاسة، أنه يطلع واحد منكم يكون شجاع مرة واحدة ويقول للعميد ليش 17 سنة ما اعطيناكم تقاعد، روحوا صيروا حرامية أو عيشوا. تقدروا تردون هاي الحكاية علي؟ عندك شيء يا عميد راد؟ والله أنا ناشد رئيس الوزراء إنه هاي حقوقنا إحنا، لا يعني لا هي يعني مكرمة أو هي هبة، هي إحنا خدمنا تحت العلم العراقي. لا أخويا مكرمة سيد راد. نعم. إحنا حتى في ظل وجودهم عايشين مكرمة إحنا. أي خلينا يعني عايشين مكرمة. يعني أستاذ مزاحمينهم على الهواء إحنا. أي أنا فتحة أحكي لك حقيقة، أنا بايع بيت عندي وبايع أرض عشان على مود أعيش بها. بل يعني أنت عندك بيت وعدة قابعتهن. الما عاد شيء بيع والله يبيع هدومه يعني حتى بالتقاعد يرضى. واستاذ نجم احنا رتب رفيعه، يعني مو انا مثلا عريف لو رئيس عرفاء، انا احسوك عميد وعندي شهاده دكتوراه، يعني انا عميد دكتور، يعني المفروض الدوله تيجي تقدر انا بعد ما خدمت. انت من الجيش، انت من الجيش السابق، يعني انا ما عندي شيء ويا الجيش السابق ولا الجيش الحالي. وحتى الجيش السابق، الجيش السابق شرف وبطوله. نعم. نعم. ورجوله. صحيح. وتضحيات وقاتل. صحيح. زين وداس على خشم العدو. والله جيشنا هذا تاريخنا، جيشنا شرفنا، هذا الجيش وذاك الجيش الذي لا ينتمي لهاتين المؤسستين هو الذي يرتمي بأحضان الأحزاب. أما الجيش السابق والحالي وكل التنظيمات المسلحة هي شرف للعراقيين. أشكرك سيد رعد.